اش خباركم؟ اتمنى يا رب هاد الفيديو تلقاكم في اتم الصحه والعافيه باذن الله. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا نصليو على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على اشرف المرسلين. فيديو جديد باذن الله. هاد النهار هذا جينا لواحد البارك اللي تيتواجد بسلافيري باليفيل، ان شاء الله هذا بارك جديد اول مره تنشوفوه، غادي نكتشفوه مع بعضياتنا وان شاء الله نشوفوا شنو كاين فيه. اللي شفنا باغ انترنت انه فيه ان بيسين، فيه لوكاسيون ديال الكاياك، ديال تروتينات الكتريك، ديال الفيلو، واللي كاين فيه بزاف انه كاينين بزاف لي باطو. واللي قال لي الزوج ديالي ان تيكون واحد النهار تتكون مسابقه ديالهم تيديروا السباق بيناتهم، مي للاسف ما كاينش هذا النهار هذا. المهم ان شاء الله خليكم معنا الاخير نكتشفوا اشنو كاين في هذا البارك هذا. وتنقول للناس اللي اول مره تيزوروا القناه ديالي ما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم ولايكاتكم وتعاليكم، جزاكم الله خير وخليكم معنا الاخير. على بركه الله نبداو الجوله في هذا البارك هذا اللي سميتو دلفا سوفي. هذه هي الدخله ديالو اللي تيدخل على رجليه. اما بالنسبه اللي تيحطوا لي فواتور راه حطيناها في بلاصه واحده اخرى حيت جايه بلاصه طلاله مباشره على الماء، بلاصه رائعه. هنا لقينا واحد اللاك صغير ما شاء الله غادي عجبنا بزاف هذه البلاصه وغادي نرجعوا نتغداو هنايا نديروا بيكنيك. كيف ما تتشوفوا قلت لكم راه كاين سوب وكاين الكاياك. هذه هي السوب اي هذيك لا بلونش اللي تيمشيو فيها ببوزيسيون واقفه. المهم جاي منظر هنا رائع. هاد المدينه هادي جايه هاد البارك هذا بالضبط جاي بحال واحد الجزيره صغيره في سونتر فيل ديال هاد المدينه هادي اي لا فيل ديال سالابيري فالي فيلد. مباشرة قدام هاد البتيلاك اللي شفنا دابا كاين هاد الغيفيغ اللي كبيرة اللي فيها حتى هي بوكو داكتيفيتي، فيها ستاسيون موديل لي باطو وجاية مباشرة في قدامها ستاسيون موديل لي فواتور هي فين حطينا لا فواتور ديالنا. وهنا كاين البلاصة ديال لوكاسيون ديال الكاياك وديال السوب من هاد الجهة ومن الجهة الأخرى حتى هي، وكاين ديال الجيت سكي حتى هما. واللي شفنا كاين بحال كروازيير تيدوزو الناس تيديرو دويرة في هاد البلاصة هادي. واللي تار انتباهي وعجبني هما هاد لي شومبغ هادو سميتهم فلوتيل، يعني على بحال اوتيل ولا موتيل. هاد فلوتيل واحد دي شومبغ مسمينهم هنايا، هادو دي شومبغ اللي جايين فوق الماء
يعني فلوتي يطفو فوق الماء، تيكريوهم الناس. مهم ليلة دو نوي تخوا نوي على حسب، جايين بهذا الشكل هذا، يعني تنعس في لا شومبر وتتشوف مباشرة فوق الماء، ونعس أصلا فوق الماء. المهم فكرة زوينة عجبتني بزاف، قلنا نجربوها شي مرة إلا كتب الله. دابا ما شاء الله غادي نشوفوا ليسباس فيغ اللي كاين هنايا. الخضوره تبارك الله اللون ديالها زوين بزاف، واخا فصل الصيف اللون رائع في هاد البلاصه هادي، في هاد ليسباس هذا. واللي زوين ان دايرين كريسيات قدام الماء مباشره في ليسباس فيغ، مي قدام الماء، يعني جمال الخضوره والماء. الناس كاين تبارك الله اللي شادين دي ليفغ جالسين تيقراو فيهم مقابلين مع الماء كيف ما تتشوفوا هنايا الناس. وكاين حتى البيست سيكلاب، يعني كاين الناس هنايا اللي تيدوزو بالبيسيكلات، حيت هادي يمكن لك تمشي منها وفي نفس الوقت بيست سيكلاب. وكاين واحد التيران ديال البيسبول، غادي نشوفو ان شاء الله واحد ليكيب تتلعب. وكاين حتى التيران ديال التنس جاي حدا البيسين، غادي نشوفو ان شاء الله هادشي كامل. خليكم معنا. نكملوا الجوله ديالنا، نخرجوا من هذا البارك هذا ونشوفوا هذه الجهه هذه حتى هي اشنو فيها، وفي نفس الوقت نشوفوا هذه المدينه هذه، نديروا واحد الدويره خفيفه ظريفه فيها ونشوفوا اشنو كاين هنايا. بينهما وصل الوقت اللي قطعوا فيه الدراري باش يدخلوا للبيسين.
هاد البلاصة هادي كيف ما تتشوفوا معنا من الجهة الأخرى حتى هي فيها دي باتو بيرسونيل ديال ماليهم صغار، وفيها بدورها لوكاسيون ديال الكاياك ديال السوب ديال تروتينات الكتريك اوسي ديال الفيلو، وفيها حتى واحد البتيت كافي هي هادي اللي دايزين عليها دابا. وهذا هنايا اللي تتشوفوا معنا هو البيسين. المهم في الصباح فاش جينا دزنا باش نقطعوا ليبي مباشره باش ندخلوا، مي قال لك دابا على ود الكوفيد ما تنقطعوا سيور بلاس، تنقطعوا اونلاين. كنا بغينا نقطعوا ديك الساعات اونلاين، لقينا ديجا الصباح كانوا قربوا يخرجوا ديك الساعات، ولقينا الوسط عامر، والحمد لله لقينا بلايص في العشيه هما اللي قطعنا ليهم. لوغير اللي دايرين من 10 ونص للوحده، ومن الوحده ونص للربعه، ومن الربعه ونص للسبعه، تيخليو دائما واحد لانترفال ديال ان دوميور. هذيك نصف ساعه هي اللي تيديروا فيها لا ديزانفيكسيون، ديزانفيكتيو لي شيز والماء وكل شيء باش تعاود يدخل لوتر غروب، وتيكونوا زعما في الحمد لله في امان. ودائما تنقولوا نعودوا اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين. المهم هذا واحد البارك هنايا اللي زوين بزاف، فيه دي موديول، ولادي جاو تيديروا البالونسوار تيتسناو لو طون باش يدخلوا البيسين. شوفوا معايا هاد لي بالونسوار هادو دايرينهم على ود الوليدات الصغار، ما يطيحوش، جايين هكا طالعين شويه لي بيبي، وفي نفس الوقت كاين شكل اخر اللي هو هذا تتشوفوا دابا نوريه لكم، نقرب ليه الكاميرا ونوري لكم مباشره. هذا اللي تتشوفوا هنايا هو التيران ديال التنس، يعني تيجيو في العشيه تيلعبوا فيه الناس التنس، وجايين كلهم مباشره اون فاس للماء. المهم كيف ما شفتوا هادو قلنا ديال لي بيبي باش يكونوا طالعين شويه وتيحميوهم، وهادو اللي غادي تشوفوا معايا جاي شكلهم حتى هما ديال هادو ديال لي زونفون، يعني كاين ديال لي بيبي وديال لي زونفون وديال لي زادولت. لي زادولت هما اللي تيلعبوا فيهم ولادي دابا، لي بيبي هما اللي وريتكم طونطو، وهادو جايين هكا تيدخلوا تيحطهم قدامهم. هذه هي الدخله ديال لا بيسين، ان شاء الله غادي يدخلوا ولادي والزوج ديالي، وباذن الله نصوره لكم من الداخل. We'll be right back.
كيف ما تتشوفوا معنا ما شاء الله بيسين كبير وزوين ونقي وفيه واسع تبارك الله، فيه هاد لي كولوار هادو اللي باغي يتدرب على الناتاسيون، فيه البلاصه اللي تيعوموا فيها الكبار، فيه البلاصه اللي تيعوموا فيها الصغار، فيه واحد الرشاشات للدراري الصغار، وفيه حتى غليساد يعني اللي بغى يطلع ويزلق ويطيح في الماء، وهادو حداهم مباشره واحد لي جودو. وهنايا شفت واحد لي كوري اي السنجاب. السنجاب ما شاء الله متواجد بكثره في كندا، مام في الحدائق ديال المنازل، يعني تيزورنا مره مره، بالاخص شي واحد اللي كان عنده هكا البوتاجي ودير الغرس ودير النباتات الفواكه باش ياكل. حنا سيغتو عندنا شجر ديال التفاح، يعني تيجي مره مره ياكل، ماشي مشكل، هذاك رزقو جابو لي الله. المهم شفت انايا واحد 3 ولا 4، غادي نحاول نصورهم لكم، لان ما شاء الله فاش يطلع في الشجر تيجري بطريقه خياليه سريع. غادي نحاول نشد لكم اللي قدرت عليه قدر الامكان. هذه اللي تتشوفوا معايا هي تروتينات الكتريك، وفي نفس الوقت غادي نصور لكم حتى التيران ديال البيسبول، واحد ليكيب ديال الوليدات الصغار تيلعبوا ماتش ديال البيسبول، وفرحانين مساكن لان يلاه طلقوا لينا، كان كل شيء مسدود على ود الكوفيد، يلاه رخصوا باش يلعبوا اون ليكيب الاكستيريور. غادي نختموا لا فيديو ديالنا من هذا المنظر الرائع هذا حدا لي باطو. تنتمنى يا ربي تكون عجبتكم لا فيديو وكنا خفافين ظرافين على قلوبكم. ما تنسوناش من لي كومونتير اي لي لايك. خليت لكم رحمة الله والسلام عليكم.